بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان ما أنت وحى سويمت علماء الدين كان عشته أقوي هنو شركة وحى وكسر بسني هاي وحى نسجوتنينا إنجنير محمد علي عالمي أو تاجن أقل كسرة برلمان كصومالية وحى كلو أن ما أنت سجونيمت إن أنكت عسينيو جريدي إن حدنت له كتيمت الله أون حريسته وعاس عبد الله وعاس عيسى نور أو دوان كو أو شل كو جيريو ذي ودن كتركيا برينا لو حبال دونه دقمة بو عامة سوماليا وحا كلو تيرايم وحا كلو أن كت عسيرينا هذان أون هجاليد سوماليا كولومبوس أوهايو جريدي إن حدنت له كتيمت جنرال محمد علي السمتر او هوره وهان جيري مدحوينهي هوره ee dawladdi madaxweyne ku xigeenkii hore ee dawladda Soomaaliya waxaan labada waxaan oo Ilaahay ugu bariyna labadoodaba inuu naxariisii janna ka waraabiyo eheladoodina sabar iyo iimaan ka siiyo aamiin ayuu leenahay hadaba waxaan dib hadda ugu laabanaya ujeedadii ugu weyneed ee maanta aan isugu nimid oo ah sugootintii maxamuud maxamed cali cadami oo u taagan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya si aan arinta u gudagalno waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha Somalian American Leadership Council Cali Jaamac ana muhiidin hadii uu halmaamay ana u dhiibi doonaa horta aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhamaan intii ka soo qayb gashay munaasabadan la sheegay لكن انتان دهين ما دام ده اسلام اي نهايه فرنا نغوت هي ان ان اسحسوسنا عبسيده الهي ان ارمان اسكو نيمدنا سي او نوقدان كو او ان مارتي سي في عون دعوا وحن كسو دوينا يا شيخ ايغي بركايسنا وخي كو دعيانا وا مار سيدي لوغو تلا غلي هان جيرين شيخ جيل شيخ جيل سدو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم انت اسك بعد اسلام كم تذكر اسلام كامر كميل سوقي مادان وحاميمة مروا البين إس حسوسيان عبش دال إلهي نابورتان كعب سنة مهمة دقوينا الدون كانوا جوغنا أنوالنا هاي وإلهي نابو تلقلينا وحواي إنا نساق عابدنا وكباغنا مركا وحل بينا عبش دال لكو سالينا وحل بو أنقابانا إنو ميل كستان جوغنا أدب مهمة قفك الله كباغا تغيغانا وحوال بو أفضادان الدوية انتو جوغا wax kasto wanaag uu rabo uu helaa wax kasto dhiba uu ka baqayaan ilaahay waa kan uu galiya marka wax walba waxa loo kaalmeystaa cabsida alle taas aan is wada fareyna mar walba inaan ku miisaano nolosheena waxa hagaaya ay noqoto taasna waa soo daarmayna waa nadar daarinka ilaahay madaxa hore naga horeeyay anagba noo daarmay rasuulkeenu nooga too noo daarmay culimaduna meel kasto ay joogan markasto ay bilaa wax walba ay bilaabayaan ay ku bilaabaan ku furtaan aydaha taqwada ka hadla ilaa ka cabsiga انت صدقتي مدى حسوسيني انت انا مكرفك وريجين وحان كدر سنة اللواء ارينا كسوة نقضة مرحبا وامر مرحبا كواد تحسيدي وغاسك قيب تيدان كقادان وغاسك الله هون حرستو ان قلصو مهمة ومد سومالات كتغي بدل خير غو مهم بوسك سينا ومد سومالات الله هو بدلو سيدو كاليتو جانك اسنا صوك المحا على سمطر الله هون حرستو hawl badan ba wada kumada u soo qabtay insha Allah naxariista jana Allah siiyo umad uu ka tageena samir iman Allah ka siiyo intaas ka bacdi walaalkeen injineer Cadami wana halkaan ku sugatiin muhiimada weyn aan u nimid ay tahay insha Allah asagana waxaan u rajaynaynaa in hawshaas insha Allah taa khair u tahay la ku guuleeyo waxaan isleenaa hadii jirta cid mudan umada Soomaaliyeed dadka umadan buu kamid yahay waana wax badan aan ku toobnaan inay ku hareen oo wanaaga هذه نقطة صومالي نما يودنيت هذه النقطة قبكي يو شخصيات دتك شخصيات كل شخصيات دولا نوشاي أنا حمانتي وحيالها بدن
أيسن كودي رنين أو ك كابسدان أنت كل من تان نقان أنا كنت أنا كسنة أود مثال كأنت أكون نقان سل جوني إن نظيف ومد سمارلو دحية أن مرنا ميلها حمانة يا قبيلة لدة وحالها ترى بدنية كل قيمة سمد سمارلي دي مرنا أنا قد حقلين وكان نظيف سنبوها مركو حرجين هنا إن هوش عاس دتك قمدن وكمدي هاي إن شاء الله هدي أي بجفت عيد سمارلي هذا حلوة أمين كرني كل أمين أنا وياي خير بدن بان أورجيننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. إن لما وحان أمهد علنا هي خيارتا إن سياسيين تا أضياشا قنع ستادا لأن يرادا هدي بيشرتوا واحد لأن يرادا وميشيدي كسو قيب قشي إن حفلة دان قروح ضبضان وحان كل أمهد علنا هي انتي سوء أبابشي أو اسكو كاي يرتي أنت أنا مارتي مسؤولية ده الهينة وأمها تعلنا هي إن والله يا سيد الله سبحانه الله شيء إن وحنو عاور منا إن إنه إن سيسقوتنه كنا تاجرنه إن حلك ودونه هي إنشير العدمي أو رنتي سيد هذا بقول أبو شيء إن أنت أول تشوقني إن أما وحيالي دور كيسانو قدام بي أن قبرني أن أدي هذا وحصوصا كرنو دور كيسي وكقادنا هي إن لقونا تتعامل كرو إنه يهاي شخصي ودنيا دي سي صومالي مدي سوى عدا هاي مركا أنكو هداين إنه هاي رير كولومبوس عدك يتاقير دي يدا جنر عدمي ولا قرب تاقيرنا هاي إنت كالي أو هاوشتن لكو يالا كرتن وحاكو عصانا هنا إنه وحانو شيئين إنه يهاي قفكو أقومودان waxaan ka codsanaynaa in loo fududeeyo xilkaas cidii kasto oo awood u leh inay ka qayb qaadato in xilka asaga uu doonayo injineer cadawi in marka rag badan ba ka hadli doono in jeerka tiis halkaas uga baxo waxa kale oo aynu galabta isku nimid inaan u tacsiyeyno ugaas abdullahi ciise nuur ee shalay ku geeriyooday wadanka turkiga وأنا أقول لك أن أنا 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 على حوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارته رير كولومبوس أو مناسبة دان لغوصة قوتية يو انشنير عدمي اسكوغوت تميد رنتي لغو مردما مياشا لكن وحا لوران كراوا رقي محواها نوع كستالها أو لبينتي اها مغالا دان كولومبوس آدياد بان والسلام ايا انشنير كانا سقوطين تان رنتي عارين مهمة ويا أو لو بع هي هاي ذلك هو بع هي هاي تذكر نقطة أو داتا دي ذلك يا قان تي بهي أما ذلك هو وين هاي أو محوها وقتها بدن سوى شقيه هذه ياد بوج بع هي هاي هدي هذا أي بحضه طارك ذلك ذلك هراء وحوجها هذا أي بحضه وحوي دولة نمر السودك دقي ويدو dadalka waxa isku waharay dad aan wax ogeyn oo dhashay waqtiyadii dambe oo la burburay waqtigii la burburayna dalku daqayba badan buu iska noqday waxa laga yaabaa ninka ku waaya ku qaan gaaray maxuu aha magacyada iyo hadda maxuu aha dowlad goboleedyada iyo inuu san Soomaali in badan ba ka aqoon marka uu la qabsado maxuu aha hadii la hidankeeda leeyahay Soomaali laan ba gooni u istaagtay dalka la go'ay dowlad go waxa dhan marka aad bay muhiim u tahay in lagu noqdo injineerku xilkan hadda uu ugu noqonayo dalka haduu helana de wax badan buu dalkii ka taraya hadii kalena aqoontiisa kale oo professionalka ahayd ba dalkii muxuu aha wax u noqonaysa marka aad iyo aad bay muhiim u tahay sida Cali sheegay halkan wax tira badan buu ka qabtay wax tira badan buu ka ahaa odayaashan hadda muxuu aha qaybaha badan isku jira oo ku hawlan Soomaalinimada iyo isku xirka dadka halkan jooga buu qayb ka aha marka mudnaan
بالسيجي رنتي إنه محوها دلك دب يكون غدا وأنا لقط هاجري مهم نوعي هذا محوها مملكة يوم مجتمع غيبها كخصيصه إن محوها سيدا سوء أكسودان كنا تاجران وحلقة بتانون لنا هذا أنت أنت كجبحه هرتا تعسيدي ده وأنا لو ده تعسيدي يو وقاس كي جنرال كبير لهن حرس سياسي تهران لو ذا جاء وضياشي هرة يو وركي جود وكفر أي محوها محيدين أو حريها مركز تاس تاس عن كوا ذا جاء تن دولة نبضة الصومالية وهذا 2016 هو دبل لقون غنيو وحوي رنتي شيء باهي الله قبوي وذاك جودي سنة الله قبوا تذكر قربها تشوجا ومحوها دنيا دافها تكوك الجدي سنة أي رتشو انتهى سويا ويه وقت جيتوت دولة عن لابورينا أرنتي أهيد إن كمل قارني ما لقى بحاي الدولة اللي هلا ورتشع عصب ينظام عصب وحوي مموغن مموغن ولي ويد منتهي هاد ده أنتي خدم بيسنا ورباه أنت وحياة بدن وحمر كسو يرى يلا ما مغلي يي أنا قام مرتين لو يي هي أنا قام نلاقي معنا يي عيد ما كده مشر وركاسو مشر عيد مرتين ميل سو أدي بيس عيد دولة نماله أو ضله أو محوها عن عدنا مرتواه بحمر معنا يسا هدي حمر أي تهي عسمدي صومالي أنا وحوي والله وضع الهانة يا هدي كلام الدور شذا بلقوه قانا يا يو تي واحد لشوق ماشي لوك الحرير فرن لها ونقول بمحوها وحي قادي كراو فولي لها هل كاس دور الشو حقه وحلالة وصومالي كوكا نعضو وان محوها عيد السسين ليس يشرين بالله قربا وحن كلو يدنا سيوت شايدين اينا وقت انو صندبو دعين حلقي محوها دور الشدو هاي هدي هدا دبر لوريدو ودور الشدو دبر دعضو يا نغني يا مدحوين حلي قاس محاها دورشاد يدبر عاي تصورك حلي بوليه أفر سنوها يا مدحوين أفر سنة هدي دافته مننا مدحوين ما هن إذا هم أجلو مركا تدك حمر روح علينا هاي وحاي سسي سان يسين شرين عد مرتي دينا يدني ما أنا ما يسوا دورشادنا وح كره شيني نا دورشاد سوامالية دور دعه بان كره شيني نا ومدة سوامالية ومحوها دنيا دافع هذا كل نور تلكي بيجي وحين كيجيان ومدة شوكته وحلك هايسة هنا وحوها قاتشيان جوده أنا وحكاها قاتشيان محوها دت كدي بدنا وحوها قاتشيان وصومالي وحوها قاتشيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أنا وحنا كسر وين يا سلطان عبد الله فرعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا وسلامي هاي هذه أدبان سودويني حفلة لقصة قنتي يا علي محمود باشي محمود علي قضح بالي هذا قضح قد غريسين لكن غرين ماي إنا هبل راتتو راتتو وحاو راتنا يينو هلانا وخرجينينا إن شاء الله بالله الله كريم هذه أدبان كوغوسو دوينينا أن بلدتن سجونتي دا أن كوغوسو غونتي إنو ماشي أدوس أتينا دوات غانا هل كاسي وحويان وصوماليا صوماليا أنا وحبل بيال وحيال كالوكول بدونتنا أدوس كوتالا سيغدى بلنس أنا وكو سجونتيني أوكي يجي وكو راعيني كرامه يدي دعاء يدي نواكو راعيني وح غير كولومبوس نوا وح أي ويكو يقانين وح أتهوى يقانين وأنا كو وأنا قلها أنا أضيعش واقش يعني أننا وح رأسنا وح أضيعش يعني ويا وح ولا يكو جماعة رك ونك بو يعني مركب قفك هدي ونك وبدني هاي ونك سلا شو كده ولا أجده عدم إستجابة سكونتينينا إنتاسويان عدم سيدا يعني بتقولي بدك هدات كتير هدات كل قولة يستنى ده أنا إلا وين أدي مصوي قوحت هذا وروى قولة يستد إدنا وردك ورقبي دوانا هدات ما دان هدي هدات قولة يسوي إدنا بدك أقول هذه يبنا جاكي ليش وقوحة كتر
هكاي منني دبون أسي نسوا ما وانتو وحسوا إيش قصون قدها نغني إيش كوه كوه أصل وح كذا كراتو تا أنت أصلا كي قد بياه دي الله يدمو وح عن كلو تعسي ودريا مرجلة أو آدي آد مرجلة وح عن ودريا أقص عبد الله عيسى نور وكو جيريو داي دالكا توكريكا بريتانا لغو آسي يو بو عمي نهاريسي چنا الله كورابيو نهاريسي چنا الله كورابيو دم بيجي سي دم بيجي والنتنا الله داف إنا قردنا الله ينو قدبا نهاريستو نكاسي نن علوس بوها دالكنا وحوين وطري وحول بدنا كسو قبطي درشادو هادو كودن بيانا وادو كتيرو مركي هرانا وحوها كورنا العيدة مضاء مركي دمانا دي اوغاس بوان غضي وددن شعبي كبغلاران تيو هوري ايو هلاي تي الله او تيبين ادونا بدلين وقت قسي بار دماضي نهارستي چنا ايانو قد عينينا دعوينا قمو دينا وحكا لو عينو او غمق را مجران وحانو قد بيا bulshadu inta xaraga halka fadhiya waa bulshadii odayaashii Columbus weeyaan waxay tacsiin u dirayaan oo kale oo isna geeriyooday general Maxamed Cali Samatar waxaan u maleynayaa inta halka fadhida way wada taqaana ninkaan qona loo sheegi maayo kuwa ashkeenayay baba jirada dacwada daba taagnaa isagoo sariirka ururada hadal qarkeed saaran oo laha $200,000 baan kharabnaa ee madax furasho ah taaba la wada ogyahay baan maqleynaya in maxkamada xukunteed oo tiri $200,000 ha celiyo nasi $200,000,000 baa ahayd waxaan kaas baan dhegta ka maqlay $200,000,000 baa madax furasho loogu haystay shalay $200,000 baa ahayd waxaan u maleynayaa wax xaq loogu leeyahay iyo wax ma aragtay ay waajib ku ah in ninka halka la maro ma ay ahayn laakiin dad garashadoodu u horseeday inay intay Soomaaliya ka yimaadaan halka yimaadaan oo dacwo u qabsadaan oo dhaqaale ku raadsadaan taasina suuroobi weyday haddana tii Allah u timid waxa uu yahayna Soomaaliyeena waa taqninay inta halka joogtaana waa garanaysaa ninka waa la wada yaqaan waxa uu taray iyo waxa uu dhib geystay labadaba waa la garanay marka isagana naxariisii janaala ka waraabi ilaahay waxaan uga baryaynaa in godka Alla uu nuuro aakhirana dambigiisa la dhaafo jannadii firdowsana ilaahay ka waraabiyo iyagana intaas kaga baxaya arrimaha siyaasadda aanu gudagelin maayo ma taabanayo waxaan ku soo koobayaa سجنتي ده إيوه تعسدة والسلام عليكم ورحمة الله مرقى الرئيس السلام عليكم إيش ده جيسنا وحقا مرقى الرئيس دمان وحن هلكن سي فرحة وناكسن وصور دويننا دتك حفلتنا بابلي أو سيدنا قرحة بدنوسة بابلي أدبي محسيهين دتك كسوق يبقلينا يجونا أدبي محسيهين كل هذا intii hore atri tacsiidina waa la diray waa la ino wada yidhi baan u maleynayaa marka kulay dee muxidi wuxuu kulay dee ugu dhibay ma garanayo kulay odayaash waa weynaa iyo waxa hadlay dadkii madna wax yar hadaan ku hormaro oo aadami la kaftamo oo duu cala yidhi qof wax daydahay wuxuu u jecel yahay wuxuu dayday inuu helo dadka waxaan rajaynaynaa inaad hesho waxaad raadinayso sidii ragii horeba ay sheegeen wuxuu cadami runtii wax badan buu community-gan iyo magaalada Columbus ka soo qabtay waxaan garan karnaa marka ninka la yiraahdo cadami in uu hawsha u socdo oo wax ka qaban karo kartina uu leeyahay aqoonna uu leeyahay waaragnimana uu leeyahay saadarteed cadami waan ku support gareynaynaa waxaan rajaynaynaa Ilaahay inuu kuu guuleeyo position-kaadu socotana ma aha position shaqo position ma aha dawladeed waa position muxuu ahaa
waxay gaalada weeyahan policy maker ah waana wax weyn baad ka qaban kartaa hadii Ilaahay ku galiyo hawsha iyada marka waxaan rajaynaynaa hawshi aan halkan ka wadnay inaga oo dad muwaadiniin oo Soomaaliya adiga oo policy maker inaad hawsha aad u tafaxaydato oo wax ka qabatid taas oo ah mid Soomaalinimo oo u baahan inay maanta ay taasi ay yartahay dadka Soomaalimada u ololeynaya inay aad u yar yihiin oo ay fara ku tirsiin dadka harayba taa hadaan ka gudbo waxaan rajaynayaa in Ilaahay ku nabadgeliyo oo hawsha ayada aad ku guuleysato anigu markay inuu isogeyn hawl kale aan kugu ogaa marka waad hawlo badan tahayba talabaad hadaan waxay u soo laabto tacsida Ilaahay ha u naxariisto odayaasha saddexda oo meesha laga sheegay naxariistii jannana Allah siiyo dadkii ay ka baxeen Ilaahay sabr iyo iimaan ha ka siiyo especially tan ninka ugaaska aniga ninka hadda xafladda inta badan abaabulay saaxiib baan nahay isagana nin aan macruuf ahayn buu ahaa marka waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu naxariisto hawshii uu hayeen qof khayr qaba inuu bedelo oo maartay meeshii uu yimaado baan u ducaynaynaa waxaan kaloon tacsi u diraynaa Cali Samantar aniga madaxdaydu ahaa runtii Cali Samantar xiriir toos lama lahayn laakiin dadkii uu xukumay oo uu ahaa aabaha oo mas-uulka u ahaa baan ka mid ahaa Cali Samantar ma ahayn kaliya janan dalka Soomaaliya ninka xukuma ayuu ka mid ahaa number 2 buu ahaa ninkii soo raacay Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariiste wax badan ummada Soomaaliyeed buu qabtay wixii dalka laga qabtay ama tacliin ha noqoto ama horumarin ha noqoto ama bulshada Soomaaliya ha noqoto dadkii ugu awoodda badnaa oo qabtay buu ahaa Soomaalidu waxay tahay dad aad xaasidiin u ah oo xunxun baan u badanahay lama sheego qofka markuu wanaag iyo wax fiican qabto Cali Samantar wuxuu ahaa dadka Soomaaliyeed dadka especially saraakiish yaani dadkii saraakiish ee uu xukumay nin Soomaaliya oo wax ka sheeganaya ani ma maqal my life ma maqal my life way dhici kartaa marka Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa Ilaahay u naxariisto kuwii dacweynayna hadii ay dib geysteen inay u duceeyaan oo ay cafiyaan baan rajaynaynaa oo aynan iyagiina aynan dib kale aynan weli ku sii jirin marka Cali Samantar Allah u naxariisto waxa weeye ummada Soomaaliyeed nin halyeeya oo halgan dheer u soo galay oo madaxa oo mas-uul ayaa ka baxay waxaan xusuustaa markii aad u dambeysay oo la isugu yeeray saraakiishii dalka oo Washington la isugu yeeray dadkii saraakiisha ahaa iyo eliitkii dalka Soomaaliyeed markii la isugu yeeray qof walba wuxuu yiri Cali Samantar hadduusan arrintaa fadhiyin arrinta la rabo go'aan lagama gaari karo waa ninka social engineering-ka Soomaalida gacanta ku haya la yiri ama dhaqaale ha noqoto ama siyaasad ha noqoto ama nabadgelyo ha noqoto ama military side ha noqoto marka Cali Samantar waxaan garan karaa qaybta uu kaga jiray bulshada Soomaaliyeed ninkii og iyo nimaan ogeynba Cali Samantar kaas u ahaa Ilaahay ha u naxariisto caruurtii yeelay ka tageen Allah ha u naxariisto waxa kaloon kugula dardaaramaya hadii Ilaahay kugu guuleeyo ama aad dadka aad u tagayso kuwa badan halka waan kala hadalay waxaa ka mid ah madaxweynihii ninka la yidhaaho Cabdiweli maqaamka xamar waa in dawl la geliya maqaamka xamar waa in su'aal ka timaada oo la isweydiiya oo la yidhaaho xamar maxay tahay xamar sida ay ku jirto iyo sida ay maanta tahay iyo sida ay ku socoto magaala madax uma noqon karto ummada Soomaaliyeed waxaana rajaynayaa markii aad tagto inaad hotel tagine inaad gurigaagii ama guri karaysato degtid ha lagu dilo hadii la rabe in la proof gareeyo inaynu dal inay Soomaali leedahay xamar baa la rabaa oo hoteelada laga baxo oo muxuu xildhibaanada iyo wasiiradu ay guryahoodii degaan hadii kale ma shaqeynayso hadii qof walba isagu intuu u muuqdo inuu safar yahay ama qaxootiga hotel dego taasi waxay cadeynaysaa kooxaha ku mintiday ee Mooryaanta ee xamar u ka dhigay inay iyagu leeyihiin inay kaga dhabayaan bay noqonaysaa marka waa in loo dhinto waa in lagu dagaalamo xamar hadii ay suurto gali weydo xamar waa in miiska la keeno laga doodo xamar magaalada madax ma noqonayso marka magaalada xamar ma noqonayso marka waxaan kula dardaarmaynaa xamar
حمر وإن لجليه ميسك إن لكينه عبد ولي وان كره هذا لي لكن عبد ولي سي سيان أتكين بوغاضي وإن حمر لجها الله وإن أمد الصومالية دي بهشيسين لو راديا وحكى الإنتان لقارن أمد الصومالية وإن دي بهشيسين لو راديا وإن نبت قليا للراديا سيدا هدا إنو كتشرو سي صور تقليسة أما أنكو صعون كرو أما إنو كنو لانك رماها إنتا سانكو داهي لها إلهي أكو نبت قليا والسلام عليكم ورحمة الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا ليال وعد السلام يا شركة شرفت يا كرامة بضم إنك سواء ليش والشيء شركة إنه هلك كتشرو هدنا تعسيدا مهم كمان إنه هلك نويمي ما أنا نقول إن إنتيار كان ببحيسة إن وعنكو ريني أو ترجع أن لقبا أن ببحيدا إنتيار عظمي وأنا من المادرناي أمام أديروهاي مرلا بعد إيه مصد حد بخشود وين يا أديك يا هوش أو شو تيله وين أكوك ولا يحق بين سكول الناس ما نكون أبتسدا إلى آخر إيه نبت قليه ولا كل مية وعشرة إن خصوها إن شاء الله رجع ورا وضلا مري ولا ليالك أمريكا قد وعن وتعسين يا ولا لكي عبد الله يسمى دروا وها وجاس علوس سركال علوس سياس علوس ونن عادي عن مرنا لوت المامي كرين نكا واحد نسنقيني إلى أيه صد عشارك عصائل مو قادن شيء بوش تمرك شو كاي رئيسي إلى أي حد نروح عنو إن ما مصاحبنا هاي بين كوش شيء ما يقول يا ليوس أو شيء إنت أصل صعدت بس لين تقول يعني قبل ولا شيء يقول يعني وشونه أي أمسين سينو أو يصير عروت يا مناجي مقرن سوالف كده من شري وعسى واحد كل جعل جارهانا واحد تحصيل بعض وضع كوي ستير حسن محمد اللي يرادو قرادو كم دي اي جنرال حجار كم دي اي قبضها هوية دي يودد كورن والدو با مسؤول كاي سو ساري ما انتا تحسي على ديلا يان دوكيل افيه كو هذا الشيد رير كاسنا دو عداس ايو تحسي داسا نغوضا مر لباد ايو مر صدحاد ايو مر افراد ايان تحسي داس اهلا دي سي ايو اساق ايو رير بو عامي ايو سلادين تولا شغي شلو قران تلا هيد ميلك ستبال جوغين أيان أدرى يا تصدى يدا إلهي سبحانه وتعالى هيك قرسيو أن أنت وحنا وجود بيا ولالكي وحنا وجود بيا سريع جود محمد علي السامطر ما هين كورنيل ما هين جنرال ما هين سريع جود سريع قاس سريع جود بوان قاس نيجي يقان بيا يقانا أن درجة قف بلو آدم وحرتنا بركة هلك أقربك على وحره أيو ayuu gaaritii ugu sareysay kartidiisii ragnimaysii uu gaaray madaxweyne ku xigeen dalka Soomaaliya kasoo noqday dawladdi dhexe urbixinta galmay ragii hore amaray mar labaad iyo mar saddexaad ayaan u tacsiinaya waa xil ina wada saaran in is ilmiisi la ilaaliyo nafsadiisii laga warayo yaani loo duceyo waxaan u maleeyaa intaas nin uu san walaal gaar ahaan lahayn ma aanu jirto halkaas aan arintaa iyada noo gudbiya in jeer كان ديد وهذا اللي يوسف شقي هذا نضال كل شقي وأوت عصين يا سنان ما نأضع غنما أنت أصلا كسر جبر قيني يا ولي وحين أصعد هذا الشركة حفلة دي أنا كسر قتنيني إنجنير عدمي هذا إيمان كانوا حن كسر دويني يا أبوان حامد إسماعيل وايد السلام يا خيارت شرفت له حفلة ده نروح بعد كسر غيب قشي أنا قلت لك الله صاحب كان محمود علي انجينير عدمي ومدبدنا ان كودا نولين مغالدان شقوين بدنا كودا قبناي ادي ااد بان وفر حسن هاي حفله دان قروحه بدنا ان سواب ابلو صاحب كان كسويتونه وانا اذا كسو مهد اد بان اذا كما علينا كقيب قلك وناكسن وان نغلا سو قيب غشين حانو تعسينيا خيارتي مقام كوين ايو مغا وين كلها ايو شرفته oo ku geeriyooday meel kala duwan oo magacyadooda la sheegay saddexda marxuum eheladoodii si guud waxaan u direynaa tacsi eheladii ay ka tageen iyo guud ahaan Soomaali waxay ahaayeen saddex nin oo magac weyn Soomaali kula Ilaahay ha u naxariisto eheladii ay ka tageenna Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo inta markaan ka gudbo wixii la oran lahaa hore baa loo yiri hadalku waa kooban yahay saaxiibkeen انجنير عدمي وحان ليه هاي
Soomaaliya u socotaa waxaad u tartamaysaa aqalka kore ee dawladda federaalka Soomaaliyeed waxa leena ilaahay kuu guuleeyo ilaahayna kuu nabadgeliyo meel hawl badan baa u socotaa waxaan u maleynayaa aniga iyo rag kale aan ku jirno waa ku daba soconaaye waxaan ku leenahay jidka noo si sahme bal waa anagu waa inaan naga sii horeyso aad baan ugu faraxsanahay oo saaxiibo badan naga horeeyaan marka cadami waxaan u rajaynaynaa guul iyo wanaag waa nin qiimo badan intaan halkan wada joognay shaqo fara badan baa wada qabannay waa nin Soomaalinimada aad ugu dheer tahay brightki Soomaalinimada iyo hanki iyo wadaninimadii dadka fara ku tiriska ay ku hartay uu ka mid yahay waa nin aqoonyahan oo khabiir ah oo khabiir xagga beeraha Soomaaliya aad uga soo shaqeeyay shaqooyin badan ka soo qabtay inta hadda arintan siyaasadda isu sharaxina ka aqoonyahan ahaan waxaan u cadami kula talinay inuu wadanka ku laabto oo xagga horumarinta beeraha iyo aqoonta uu leeyahay dalka iyo dadka ugu shaqeeyo haddana wuxuu ku darsaday booski legislative siyaasadda ama inuu noqdo decision maker inuu ka noqdo wadanka marka aad baan ugu faraxsanahay aqoontiisii hore iyo khibradiisii odaynimadiisii iyo hadda xilka uu raadinayo aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa waana saagootiyeynaa guul iyo khayr baan ku rajaynaynaa hadalku waa kooban yahay magrafoonka mar waa wareejinayaa idinkana waxaan leenahay ka soo qaybgal wanaagsan saaxiibkeena waa soogteena waana u ducaynaynaa aad iyo aad baa u mahadsantiin weli waxaan dhaxda kaga jirnaa xafladeenii hadda waxaan ku soo dhaweynayaa waxaan ku soo dhaweynayaa Aadan Faarax oo ahaa qabanqaabiyihii xafladan isku soo dabaraday ku soo dhawaa Aadan ujeedada halkaan isugu nimid maanta waa laba arrimood saagoontinta saaxiibkeen injineer Cadami iyo tacsiyeyn aynu u dirano raga khiyaara oo dhintay oo horreeyo ugaas Cabdulaahi Ciise Nuur oo ku dhintay dalka Turkiga meydkiisana laga soo qaaday halkaa Britain lagu aasiyo degmada Boocame Ilaahay jannadi firdaws ha siiyo ha geeyo innagana sabar iyo iimaan la ka siiyo inta markaan ka gudbo Cadami waxa weeye waxa ka horreeya wada dheer taasoo ah mid aan adigu u doonanayn inaad wax ku heshid laakiin inaad wax system socda oo ku socda si khaldan inaad bedeshid anaga waxaad noo tahay ceelalyo hor macnaha waad noo horeysaa haddaanu aragno wadadaas wax ka bedelan yihiin waan soo dhaqaaqayna haddaanu aragno iyadoo wadadii khaldaday ku sii wacotana waan uga joogeyna activistaad ka ahayd halka haddii tiyaad activistaa ka ahayd adigoo shacaba sharcigana lagu dhiibana waxaan maleeyaa wax badan baa bedelaysaa marka Cadami waxaan u leenahay Ilaahay ku nabadgeeyo waxaan kula dadaarminaana inaad u sheegtid nimaga sharci dejinta aad u tagi doontid magaca u baxay oo ah codkooda waxaa lagu helaa dollar inaad u sheegtid in lagu helo codka damir iyo rabitaanka dadka ee aan lagu helin dollar fariinta naga gaarsii hadaan nahay qurba joogta wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu raxsanaha inaan la kulmay maanta Cadami amba bixiisa oo aan wax ka sawootiyo Cadami waxaan aniga kuma sii sawootinaya aniga xaggan kugu sugayaa waa ku soo dhaweynayaa hadduu eebar raalli ka noqdo magaaladan Ohio odayaashiina madaxda ka ah iyo qabanqaabiyaasha iyo nabadoonnimada iyo waxtarka ee North America gaar ahaan magaalada Ohio waxaan idiin sheegayaa intii muddadii aan idinka maqlay dowladda iyo baarlamaanka iyo ciidamadaba waxaa ugu badnaa in reer Ohio dadka soo galay oo halkan ka tagay run baan idiin sheegayaa aad baan dowladdan waa ilaa wasiiraan ku yeelanay militariga saraakiil saraa lagu yeeshay ama ciidanka qalabka sida baarlamaanka xubno waaweyn baa ku jira oo kulligood ku soo yimaada reer Ohio oo ku tirsan markaan xaggiisa la joogno isku abtirsanaan iraahnaa jaaliyadii reer Ohio marka inaad rag badan aad soo dirtaanna waa rajeynayaa hadda Cadami maahay rag kalena waa rajeynayaa inay soo daba socdaan hadduu Ilaahay raalli ka noqdo oo meesha dalku wuu isbedelayaa maalinta aan ka tegay 2008 hadaan dib ugu laabto xamar markaa ka degay airport-ka ka baxay Lambrafer aan gaarin rasaas baa iga hortimid shuu labada dhinacba mar fiiray waxa ku keenay mar baa seeray
رم بشيء زي ما أصعد أنا كجرين لكن وقت دار مركان وقت كيسني مقالة حمر هي بنانة هذا هي أفرت هذا كسبه وقت تغني لابد يدل قط بان كنت تغني واجران دب يدباتو دل كواكت تغيين وقال عن دوني النبضة لكن معلوم والب تلابد ويس بدل إيسا هرا لو يري دتك قالوا حدي جير روم واز نوت بيلد وان داي لما ديسن حمر وا بربرت لكن هل مال لما ديسكيرو حمر وا ديسميسا دبقه يا هوتيل كان ما انت عارف قرحي بر الصبح تبتي سي با لو تاغيا اس اورن ميسد ماشان با واخ كدعي صوبته وحا وي دتك كو ادكيستاي او نبد دونيو او دتك وا بديه نبد دونيو وحبات ديد نبد لكن شعبك الصوماليات قارعان حمر جوغو نبض وير ربان وحباس الديدن واحد ديدن لو حالك سوقيا إنو صحا نيكل يرا عدم إيه كو حديس عصب أو برلمان كدبو سوق لدونا أيه أطالة سيدو سعوتي لاين أنه وحان مدل لباد نوحان ربا هنا القضياش حال دردار ناسيو بريان وان شوقي waxaan uga faa'iideysanayaa kulankii caawa waxa loo baahayaa arruurteeni jiilka saddexaad oo haayo waa ku dhashay qaar ba jaamacadaha dhameeyay qaar ba dugsiga sare dhameeyay macallimiin ba jirta labada jago oo maanta dalka wax ku tiri kirtiin idinkana magacadiin noqonaysa waxa weeye ilmaheen wax bartay oo jaamacadaha dhameeyay macallimiin ha noqdaan dalkan ha soo galaan midda labaad ciidanka booliska ka socda ciidanka booliska dibaato badan uu maray laakiin waa jira wali mabdumin mana dumayo 100 sano dambe soo socota waa jiri doona waxaanu ku jirnaa marxalad ardadii dib kasta soo marto oo jaamacadaha ka baxay inay volunteer u soo galeen maanta leeri saraakiil loo qaatay مشار نايغون هيسن وحبا انا هيسن در انا هيسن ايان قصو حرين اكاديميكا سكولا بوليسي وحي توابر بنا كلو هليين لو ديرو وحي شرعي يسي ديار جرينتو دي دلك اللغو سيسيو وحا كمقر عرور تيني رير او هايو اينا دلك ان قصو درنا اي بليس كان نقضان شرعي اي هقاميان وحنا اي هقاميان هدي ان بنا كلمين نقو هينا هيبدو حكول يليين دلكينا ديب اوفيريا wax kasto wixii dhimanaya waa dhimanayaan laakiin waa nasiib iyo calafkiis rag badan oo halkaan ka wada tagnay ayaa ku baxay oo ku dhintay meesha oo moodkooda ka qaaday dariiqyada laakiin waa lagu adkaystay waa la jiraa meesha aadamina waxaan rajaynayaa inuu ku adkaysto uuna ku ekaan sharciga inuu saxo uu ku aad u raadiyo inuu soo wargeliyo jaaliyadda reer oo haya ubadkoodii macallimiinta iyo saraakiil rag noqdo mustaqbalka qabanayo booliska Soomaaliyeed marka taas waa iga dardaaran midda labaad hadalkii iyo la dheeraan kuma talagalay hadal baan shaqo odayaashi baa wixii dardaaran iyo wanaag sameeyay tacsiidii baan wax ka qaadanaya Allah uu naxariisto saddexdu odayaal oo halkan nolosha sheegay naxariisto jannada Allah siiyo wax kale caawo qaban kirna male ki xal waxa ugu dambeeyay sidoo kale sheegtay sirriigu Maxamed Cali Sabatar تلي سوماليا ومدة تاريخ بدن كله وحبك الشيء ماي بارلمان كوه سكر راعي فدي يسوري أو مانتو كوه كا مانتو لما نيجي إن ميت كلا قادو دو قرر الغصة مي حمر وعن الله علي سراكيش إذا ما دخل بك سيدو واحد ديار جريني يعني علن كي دوك تي قرر نم الغصة مي لقونا دوك برجي صهوية سوماليا حمر أركا ووحو متيست حقنا ولحاي سوماليين شرفنا وتكرمنا وي مركا هل يسريح ريحه لكن اخر كحق هو ابي شبنينا ركاتو غورسيده هلكا سوغو تيميد يو ريبه راد شيكتين وامانتا وا لو يغن عدني انا وعدني وحان لا شقيناي مده ادو علمت 6 سنه oo marka reerka aad kaga dhawaajinaysan hadda magacisa laga dhawaajinayo markii ugu liitay markii la geeyay beesha la yiraahdo
ليبوي يا همشي حريه لجسمي وغينا نمن سيلاني يرقسي اي قبسين ملورن الوباباي وحا رقي دقالمي وحو خاص وحو نبرك حسوسا هاي مركز شركة الدمائية أو مركز ليستدعى الدمائنو ننكي قعانت تاغوييرها ورياهن هل كاسين أوليك هادين هل كاسين الدمائن هل كاسين نكونتو مركزا دادكي لها مشاكع شركة تبهو بلادا مركز مرتوع عن كاسوليه وانا إلهي مارتي أمان له مدبا دان اسمانو مغل أنو نسيد حقيق دا حكموغا حشوا دي لابريا سياسة دي وانكر التايري لكن ومن كما هنغيا إنو كنقول يسدو هاوشاس رقا لنتينا أذي آد يان لبن وان وانقين على سمتريو نيك اللي يرهو وغاسك نيكا كلا يسونا بغوركا عاوي ومغلي يغان إلهي ونو حرسو أي دروس إلهي شنده هكا ورابيو بيشو دينا عمل وزن سمر الله كسيو. كأنت أنسان كعب حياة. مركب وحب عارض أنو فرم ما يوانا قانا. يا. وانا قانا وندى قلما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ولا لي ماشي سقيم وانا سلام يا. سلام كبعدي وحن عل كان سقني بدل بقى قضاء سقوتين كعدمي يا تعسين تا لما كأهل دين أو ولا بنتي لما أنت هذا الله ونحرس تيانو لنا هاي. إيشين إياه مذاح إياه إنجنيرو دمانتوت وحان كلاسيكا راحل كان وحصيا أذكر عيدروس اسمه يوسف وكوجيريوتي مقالة جروه هل كان تحسو قدر يا عيال كيسة وحان قاصني يا إن إلهي إلهي وحان كبرينا إن الحريسي كندي الله كورابيو أنت صيان ليه لها وحان كلا هل كان كسر راعنا يا عدمي وحان وشيء يا إنه الصعده أنا هذا الصعن ذات عادية تاسكو تشو فضلا إيش أقول صعته لما أوران كردت بعد شوقة أي أنا كأصلا إن هذا إن هذا إن هذا لم نقم إن هذا لم نقم بنك أصلا إن السلام عليكم هدا نسي وجود بحفلة ده كد إنت صدق هذا هو لو أنا نمن بغرتوية كد إنت عملنا كد إنت يهين نن أبي ومدة سومالية ذا رنتها وياي إن شن فردوس الله وجود ده هو أمد الصوماليات نستمر هي إيمان الله كسي كل حاوي قف كستوب بني آدم نبى كح آدم هو فرح سنة دي كده كح كله حتى مرك مج إسلا سوق هذا دنقنا يسات كده أنت كده دنقنا السنة وحن لي هاي ولا ليال ومرحون كي دمية يسكع فيه وحن ربع عدمي ولكن إن أنا صار نقضه عدم يو واحد دوني سألك وقولي هذا غير كويين وهذا غلنتا وهذا غلنتا هرين هذا الشيء هيد أنا كنا وكنس الدعين إنه إن هذا الشيء أرنتاس لكن هل بنك على الدردار منا سيب عنك مي وحان كالا دردار ما يموشن كنول إن هذا النقن إلهي بقول دار شيء تعليم كومة دمنا أغون يهنم كومة دمنا ودن يدو كومة دمنا دولة الصومالية مركز ديسنايدنا شغل مهمة هذا الشيء حوى يموشن كنول هالنقن نمان كاد أتقي سنة وحاتر هذا مريي نيبا إنكا قبتايو عيبا إنو كرد عذايه موشنكا كوا صورتو واتقايين لكن كوا عدو أهلكو سنيسو موشنكا إسكا إلالية دي إلهي با إرسق إنسي رئيس الوزارية مدعوين لوغو كلاهيلين يلعق وميدكي صدح مالموت شغيي باللي يهي ماهان أمونا دالاني قرقا حكتاكو إنتاس راليقا حاد أرنتاس اللي إسكا دايو وحان ربنا أما أقل كسر هذا أما أقل كهوس هذا قرن بانهين باور له إسلام حق بدن سمع له الدنيا ده وحكاس بنشري هذه قرنكي قرنكي هذه صوماليا
هدان وحيرو كفتنا دحقش هذا انت قرن نمد الصومالي الرهادين ايسو قرن نمد الرهادين ايو بيشان باكم ده بيشان من نمد ايه او استاق سي قرن صومالي الله الو وحان كلون ربا ولالكي عدمينا نوشيغو ولكي اتصرفين ككو بحينش دي مركب لي واماشي دي ادو قيد مصروحي بريس كينا واماشي دي فان وين مقاب فاروكما قدنا فان ولانا واماشي دي وانا ولكي قران كو ادمدا يلويري صرفين كو سمين حدنا وحانو ملاين ايا چانگو يدي واقاس اتسمي سي أنا هو عارك يوتيوب بانكو عارك ما أغان هل مليون يسدد بقوله كن مية هاي سلبا مليون يسدد بقول هذا نوشيجي إن لوكاس أي شقك كهلي كران حدي مركب لي يمشروع بريس كه لسه يكلي حسي حنا نمك تشوب تشوجة أو لوكاس له أوكي غرير دي أو حتى هذا لوكان الذي هين أجد walaalo oo walaalo caawa waa noolahay waad nala joogtaa waxa weeye 2000 oo harag eeriino dushaada saaran yahay darajaha moodi hadii xamar la isku yimaado oo magaalo madax ay noqoto oo midnimada Soomaaliya iyo qaranimada Soomaaliya meel hooyo u ah ay noqoto alxamdulillaah rabbil caalamiin waanu rabnaa waan soo dhaweeyneena haddii la waayo oo arintu ay ku socoto guuxiisiibu ka dheereeyay shaarkii ninkiibu gasan yahay walaalo ilaahay halkaas dadka sunniya wuxuu ugu mariyay nin walowba meesha tarbta aad dalba nin walba leeyahay nin walba waa xor ilaahay baa abuurtay haddaad midnimo qaran noo weydaan yaanan dhulka naga waayay oo yaanan ehelka naga waayay oo yaanan atorniga naga waayay oo yaana sharafta nada way intaas aan ku leeyahay qeyrna waan ku rajaynayaa bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum waxaan aadi idin ku mahadinayaa jaaliyada Somali American Association ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio xafladan ciidiisa abaabushay qayaha leh ayaan aadi idin ku mahadcelinayaa een runtii ma aan filayn in aan qiimeyn aan kaasa inaan ku leeyahay jaaliyada dhexdeeda laakiin deeq waxa la yiri Soomaalida waxay tiraahdaa ma saadis u taqaane waa sidii lagu yaqaano marka aad baan idin ku mahadinayaa marka labaad anigu waxa aan maxay ahaytay u taaganahay inaan isu sharaxo kuraasta Puntland ee kamida kuraasta Senate aqalka sare sababtu waxa weeye waxaan isu tusay maxay ahaytay in aan wax ka qaban karo amuraha waddanka Soomaaliya oo aan jecelahay qaranimadeeda in dib u soo noqoto ummada Soomaaliyeed inay maxay ahaytay dib ay u heshiiso ayaan aad u jecelahay saasan isu taagay laakiin inta aanan hadalladeeda dhexe aad u sii dhex gelin waxaan marka hore doonayaa inaan tacsiin u diro maxay ahaytay Allaah yarhamo ugaas Cabdullaahi Ciise Nuur oo ku geeriyooday dalka Turkiga laguna aasiyay magaalada Boocame inaan kala u tacsiyeeyo Cabdiruus Cismaan Yusuf Kenadid inaan ugu sagana tacsiyo ku geliyay garowada waxaan kala jecelahay inaan u tacsiyadeeyo sirreeye guud Maxamed Cali Samatar oo runtii ahaa hadii la eego raggii Soomaalida ee ciidamada kasoo soo galay ee waddankii madaxda ka ahaa ahana mahana madaxweynihii ku xigeenkii ugu dambeeyay ee dowladda wuxuu ahaa aan la koobi karin oo khaasatan amuurihii dagaalkii 77-dii iyo ciidanka sidoo u dhisay jaamacadaha lagu dhigto meel walba adduunyada ninkaasi tacticskii iyo strategy-di uu dhigay nin weyn baa Soomaali ka baxay gacanka maxaad gardaran baa dacwada aanu qabin ku qabatay hase yeeshee waxaan rajaynayaa isagana inuu lahay dhammaantood
dambi go dhaafo ninka daawinayay sareey nimanka daawinayay darigoodna inay ogaadaan burburka qaladka Soomaali ka dhacay way wada gashay maxamed cali samatarkeeligi magelin waxaan kala tacsiyeeyay anoo waxaan tacsiyeeyaynaa garaad abshir saalax oo isna bishii July ku geeriyooday bartamaheedii magaalada Denmark intaas aan tacsiyeeyay asadda afar taqofba afar aanu aqoon isulahayn weyn ma wada ahayn waxaanu aad iyo aad isu naqaanay sareeyo guud maxamed cali samatar iyo garaad abshir saalax iyo injineer aydaruus abdullahi waanu isku cusbay laakiin garaadada ragga ugu fiican oo la eegto ayuu ahaa xaq budland ahaatay xaq reer adeytowad inta markaan ka baxo sababaha aan u doonayo inaan isu taago xilka waxa weeye aniga waxa wax ku soo bartay ama magaca Soomaaliyeed ama aan hanti Soomaaliyeed baan wax ku soo bartay sidaa darteed wixii aan bartay inaan bal inta ii hadhay cimrigeyga inaan wax ku celiyo buunta wadankii ayaan aad iyo aad u goostay inaan u galo horena waan ka soo shaqeeyay meelo badan baan ka soo shaqeeyay waxaan ka soo shaqeeyay wasaaradda beeraha oo aan maxay ahayd tooy engineer caadi ah ka bilaabay ilaa iyo markii dambe oo aan ka noqday maxaa lagaasimay waraabka iyo isticmaalka dhulka sanadkii u dambeeyayna mashruuc aan abuuray mid ka mid ah madax ka noqday isagoo aan dhaqaaqin laakiin wadankii burburay mashruuca sankorta uu mareeray wasaaradda warshadaha ninka waraabkeedoo dhan rakabay baan ahaa wax badan baan wadanka aan runtii aqoontay aan ku soo bartay ee ah waraabka iyo maamulka biyaha khaasatan labada webi aan aqoon gaar ah ugu leeyahay sidaa darteed ayaan doonayaa inaan halka wax ku celiyo halkaas waxaan kaloo doonayaa oo aan rabaa in diilag inaan maxay ahay tooy aan u tagayo sababaha aan doonayo waxaan rabaa in waraabkaas saddexda webi labada webi waxay ka yimaadaan dhulka oo gobolka Baale iyo Sidaamo dhulkaas ay ka yimaadaan buuraley weeyaan buurta Baale bay ka soo wada farcamaan waxa ay dhulka ay soo maraan ilaa 185% waxa degan dad Soomaaliyeed min halkuu ka soo bilaabmo wixii ka soo hooseeya xoogaa buurahaas oo nageyle iyo ku beegan laakiin nageyle webigu ma soo maro laakiin buuraha salkooda wixii ka soo bilaabma waa Soomaali sidaa darteed waxaan jecelahay dadka Soomaaliyeed ama ha joogeen dhinaca Ethiopia ama ha joogeen dhinaca Kenya ama dhinaca Soomaaliya waxaan jecelahay inaan hawsha aan xil weyn ka qabto waxaan ka soo saaro si biyahaas looga wada isticmaalo waan umaa ma gaadhayo yani cimrigeyga Ilaahay waa dheereyn karaa laakiin anoo shaqeyn karaya inaan waxa aan jecelahay inaan gaarsiiyo oo ah webiyadaas oo si gaar si loo wada leeyahay oo looga wada faa'iideysanayo loo maamulayo oo loo sameeyo hay'ad maamulka webiyada isaga talaaba xuduudaha oo la yaado Transboundary River Water Management Association wax loo sameeyo waa himiladeeda aqooneed himiladeeda siyaasadeedna waxa weeye Soomaali inay maxay ahayto isku soo wada noqoto oo ay heshiiso oo dhibaatada jirta iyo siyaasada qaloocatay sidii loo hagaajin lahaa wixii aan ka qaban karo aan ka qabto xaq aqooneed xaq siyaasadeed iyo xaq dhaqaale iyo xaq farsamada waan u leeyahay ee waaya aragna runtii inigu filan ama iga badan baan waan leeyahay sidaa darteed baan rabaa inaan fadhiisto miisaska lagu wada hadlayo ama ha noqoto dhinaca maxay ahaytay wada hadalladan dhowaan la bilaabay maxay ahaytay dowladda Soomaaliyeed iyo Somaliland aan rabo inaan maxay ahaytay ka qaato maxay ahaytay waajibaadka iga saaran si dadka Soomaaliyeed ay uga wada faa'iideystaan oo loo faa'iideysto wixii la hayo wadanku uu noqdo wax la wada leeyahay iyo xukunkiisa oo kala baahsan iyo laakiin haddana hal dalad wada hoos jooga ayaan maxay u taaganahay sidaa darteed waxaan jecelahay in hawshaas oo inaan taageero ku helo si aan hawshaas u qabto waxa lagama maarmaan inaan ka mid noqdo maxay ahaytay maamulka dalka khaasatan aqalka sare inaan ka mid noqdo ka socda dawladda Puntland ayaan jecel doonayaa sidaa darteed
ayaan u rabaa in maxay ahay wixii Soomaali ay leedahayna ee ama ay iyadu soo la soo baxdo ama wixii mucaawana ay hesho inay noqdo wax si cadaalada loo maamulo loona qaybsado iyada oo ay ku xidhan tahay si daacada hufnaana iyo maxay ahay xaq soor saasaan u taageeray waxaan waxaan ka rajaynayaa dowladda Puntland iyo madax dhaqameedyadayada iyo maxay ahayto baarlamaanka Puntland inay hawsha gacan ugu siiyaan idinka intiina halka fadhidana golaha la waxaan ka codsanayaa inaad cid walba oo aad la hadli karaysaan baarlamaanka Puntland inaad maxay ahayto la hadashaan aad iyo aadna waan idinku mahadinayaa waxaan aad kale oo aad idinku mahadinayaa qadarinta aad siiseen iyo xurmeynta waa ku mahadsantihiin aad baan ugu faraxsanahay waana waxaan xeerin doono oo aan weligay xusuusan doono intaas aaniga hadalkaygu idinkaga dhigay dhan yahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin wa salaamu calaykum